مع مرور عام على أحداث 7 أكتوبر، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عزمه على مواصلة القتال حتى إعادة المختطفين لدى حركة حماس وتغيير الواقع الأمني للمنطقة، فيما اعتبر أنه حرب مصيرية فرضت على إسرائيل. في مثل هذا اليوم، في هذا المكان، وفي العديد من الأماكن الأخرى في بلادنا، نستذكر قتلانا ورهائننا الذين نلتزم بإعادتهم، وأبطالنا الذين سقطوا دفاعا عن الوطن والبلد. لقد مررنا بمذبحة فظيعة قبل عام، ووقفنا أمة كالأسود. وبدورها وفي بيان الذكرى السنوية، اعتبرت حركة حماس أن 7 أكتوبر كان محطة تاريخية فيما وصفتها بالمشروع النضالي الذي جاء كاستجابة طبيعية لمخططات تصفية القضية الفلسطينية. أكدت أنها تعاطت بكل إيجابية مع كافة مبادرات وقف إطلاق النار.